معنا مشكورا الشيف عبد الصمد حامل الراس رئيس الفيدراليه المغربيه لفنون الطهي. شيف مرحبا بك معنا في ميديا تي في. الله يعطيك الصحه والعافيه، بارك الله فيك استاذ حنان. وكيف ما كنقولوا مرحبا باللي جا وجاب، واليوم الشيف ما جاش بيديها خاويا، جاب كاس البطوله الدوليه لفنون الطهي التي اقيمت مؤخرا في كوريا الجنوبية، واللي فاز المغرب طبعا بهذا الكأس، كأس الحدث العالمي الكبير، وأيضا بخمس ميداليات. تماما، كان صراحة واحد الوقع جميل وجميل جدا، بخصوص مشاركة المنتخب الوطني المغربي في فنون طاي البطولة الدولية الكبرى اللي تقامت في كوريا، وذلك بعد منادات على المنتخب من طرف الفيدرالية الدولية الكبرى ديال منطقة أرخبيل، المنطقة الآسيوية اللي هي موجودة بكوريا، كوريا الجنوبية. من بعد حصول المنتخب الوطني المغربي لفنون الطهي على كأس العالم لفنون الطهي، وكان المنتخب الوحيد تماما، كان المنتخب الوحيد العربي وكذلك الإفريقي اللي تم منادات عليه، وشارك وسط مجموعة من الأقوياء في العالم اللي كانت عددهم 24 دولة، وكانت فيهم مجموعة من الدول، كانت في كوريا الجنوبية اللي هي منظمة الحدث، كانت كذلك اليابان، كانت تايلاند، كانت الصين، كانت الولايات المتحدة الأمريكية، كانوا مجموعة ديال الدول، والحمد لله استطعنا دائما إثبات الجدارة المغربية. صحيح، المنتخب المغربي لفنون الطهي يعني مصر على اكتساح جميع المنافسات الدولية، ويعني ما كانش، لا أعتقد أنه كان من السهل يعني الظفر بهذا الكأس يعني وسط كوريا الجنوبية اللي هي يعني كتعرف تطور كبير وايضا اهتمام كبير بالطهي. فعلا فعلا، ما تنساش بان كوريا الجنوبيه اقوى جامعه في العالم من ناحيه الاركيونير كاينه في كوريا الجنوبيه، وتنعرفوا بان كوريا الجنوبيه هما سادات العالم في التخطيط الاستراتيجي. اوكي، هما معروفين عندهم قوه كبيره وعندهم جامعات في التخطيط الاستراتيجي، حتى الاركيونير هما اللي مكلفين بالاوتي، تعطي واحد العنايه كبيره بالدبلوماسيه الطهي او الدبلوماسيه الموازيه المواكبه للطهي، حتى الاستقبال اللي قاموا به وكذلك الحفل ديال الافتتاح الى غير ذلك، داروا حاجه اللي هي فعلا باهره وكانت جميله جدا، ولكن تبقى دائما دبلوماسيه الطهي ديال المنتخب الوطني المغربي فنون الطهي من اقوى الدبلوماسيات في العالم. وايضا المطبخ المغربي والبنه اللي كيتميز بها المطبخ المغربي. تماما، هي سلسله من الامور. يعني فيها المطبخ المغربي يظهر البراند المغربي الاصيل الخاص ب اللباس المغربي الاصيل على شكل يعني مجموعه من مجسمات حلويات، اظهار كذلك المطبخ المغربي الاصيل في البسطيله المغربيه، في الكسكس المغربي بشكل غاسترونومي اللي هو تحترم القوانين الدوليه للتحكيم الدولي، وكذلك في الترحاب وكذلك في المعامله وفي الزي المغربي الاصيل الى غير ذلك مما ابهر اخواننا. وشفنا كيفاش في الفيديوهات اللي كانت يعني تروج بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الحكام او لجنه ديال الحكم، شفنا اللي كانوا كيذوقوا الاطباق المغربيه، كان يعني واحد الفرحه على وجههم، وحنا المطبخ المغربي ديالنا هو عندنا اكل مبهج. تماما تماما، كانت بقياده من اقوى رجال في العالم في المجال، وهو بيل سي من الولايات المتحده الامريكيه، وكان رئيس لجنه التحكيم، اللي اشاد بالمطبخ المغربي واشاد بالدبلوماسيه الموازيه للمطبخ المغربي. انتبه لمجموعه من الامور، قال لي يعني على المباشر، وكان تتويج على جدار واستحقاق المنتخب الوطني المغربي فنون الطهي بالكاس اللي هو هذا. جبناه معنا اون طونك كاس البطوله اللي خدناه بكوريا، والحمد لله حصلنا على خمس ميداليات ذهبيه وميداليه واحده فضيه، واستطعنا باننا نظفروا بالكاس من بين اقوى الدول في المجال. يعني هضرتي على المساله ديال دبلوماسيه الطهي، والمغرب والمنتخب المغربي يعني كيهتم كثيرا بهذه المساله، وايضا بالطقوس التي يقدم بها الاكل، لان احنا في المغرب معروفين عندنا مطبخ جميل جدا، لكن ايضا نهتم بكيفيه تقديم هذا الاكل، حتى انه بعض الناس كيعتبروها يعني بعض انها طقوس اسطوريه. فعلا، هو الى جيتي تفهمي ما الغرض من هذه المشاركه الدوليه؟ ليس غرضنا هو اكل وشرب وانتهى الامر، بل غرضنا يظهر البراند المغربي الاصيل، يظهر الثقافه المغربيه الغنيه بمجموعه من الاطباق، كذلك مجموعه من الامور اللي هي خاصه بالماركه المغربيه الاصيله، واظهار كذلك القوه ديال المغرب. عندنا منطقه استراتيجيه قويه رائعه جدا، عندنا كذلك جبال، عندنا بحر، عندنا صحراء، اللي هما تيكونوا من مختلف
يعني الثقافات اللي تكون عطاونا براند مغربي اصيل بقياده صاحب جلاله محمد السادس اللي ديما تنشوفوا لي فروي ديال التخطيط الاستراتيجي ديال قياده صاحب جلاله محمد السادس وكذلك البطانه ديالو او المستشارين ديالو اللي هما اقوياء جدا مخضرمين في مجموعه من المجالات اللي النتائج حنا تنشوفوها في المجال ديال مجالات سواء الرياضه تنشوفوا في الرياضه تنشوفوا كذلك المجال ديال الصناعه في سواء في السيارات سواء في الصناعه الخاصه بالطائرات سواء في البورتير او الموانئ الى غير ذلك والحمد لله مازال ان شاء الله القادم اجمل واجمل. هضرتي على يعني الزي التقليدي المغربي والكثير يعني الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي انبهروا بواحد بزاف ديال الناس اعتبروه مجسم ديال عروس مغربيه لابسه الشده الشماليه في حين انها كيكه. تماما هذا ما هو الا اظهار الثقافه المغربيه الفريده من نوعها اللي كاينه سواء في كمجتمع مترابط اللي تعطينا واحد اللباس اللي هو ما كاينش مثله في العالم اللي هي الشده الشماليه الخاصه بالعروس المغربيه. ولكن كيفاش جات الفكره ديال انكم يعني ديروا كيكه على شكل عروس مغربيه والكل يعني اشاد بدرجه الاتقان لانه راه بزاف الناس ما اعتبروهاش كيكه يعني ملي عرفوا انها كيكه ربما انهم اندهشوا. تماما ما هي الا دبلوماسيه الطهي. احنا ماشي كما شرحت لك في الاول مش غرضنا اننا اكل واشرب فقط بل اظهار ان كاين بلد اللي هي فعلا فيها مختلف الثقافات وقويه جدا وجميله جدا اجوا شوفونا اجوا عندنا شوفونا. نتمنى من المخرج يعطينا صور ديال راه تبارك الله ماشي غير متقونه وانما هذه كي كتقطعات هكا بالموز. تماما باش كانت بالشوكولاته كانت كيك زائد شوكولا الى غير ذلك يعني مذاق جميل جدا. الحمد لله يعني كانت صراحه كان بهار من طرف وكان بيلسي يعني اخذ معها صور مباشره ومن الامور الجميله جدا ان حتى الحلويات التقليديه المغربيه الحكام كل واحد خذ منها مجموعه داخل بلده بكثره ما انه انبهروا بالمذاق الجميل جدا ديال الحلويات المغربيه الاصيله اللي هي تقليديه واللي هي فعلا بيت الكعب غزال من تغريبه الى غير ذلك والحمد لله كان يعني واحد الجو رائع جدا وكان ترحاب وتعرفنا على المطبخ المغربي يعكس الكرم المغربي. فعلا هذه من بين الامور المميزه للانسان المغربي او الثقافه المغربيه كاين كرم كاين ترحاب دائما الابتسامه دائما كاين تقديم وكاين واحد الاحترام لـ 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 يعني المنافسين واحترام درابو ماروكان ودرابو ديال البلدان الاخرين. الحمد لله كانت يعني رحله جميله جدا وكانت فعلا وقع جميل جدا اخوانا المغاربه واعطينا صوره للمجتمع المغربي والقوه المغربيه. تتواصل إن شاء الله. مستقبلا ونتمنى لكم كل الحظ وكل التوفيق. شاف بارك الله فيك عبد الصمد حمري الراس رئيس فيدرالية المغربيه لفنون الطهي شكرا بزاف الله يعطيك الصحه شكرا جزيلا.